دري شكون في نظركم جاي يكون زعما من كاع الناس اللي يقدروا يكونوا اليوم حاضرين معنا؟ شكون اللي يكون؟ سايكو، بوبو ريدا، الوحشه، ايشو سبيد، رونالدو، ليفاندوسكي، لا لا مكاينش داكشي. لا جوج واحد ديجا. اولا ماشي الفكره ديالي، كنتو بزاف اللي اقترحتوا عليا هذه الفكره. نقدم ليكم مي. واش صافا؟ كيفاش مزال؟ واش كتشوفي هاد كتشوفي هاد الحماق؟ وي شوفي الناس كاملين راه مكاينش كونسيبت ديال الجيمينغ هاد الدراري. هيا نجاوبكم على كاع الاسئله اللي كتبقاو تسولوني. شنو هو اللي ديكو كيقول؟ فكره واعره. انا في الاول كنت متخوفه. متخوفه؟ ما مولفش تبقى تخرج من الدار هكذاك بوحدك، بزاف د الحوايج ماكله. كي جات الكوزين تولدك؟ كي جات الكوزينه؟ هي كتكون مجموعه زوينه. مالا دابا ما مجموعهاش؟ ديما هي مجموعه. لا ولكن ما ساكنش بوحدي، راه معايا الدراري الاخرين هما اللي كيديروا الروينه. اصلا انا ما كندخلش لها كاع بمره. واش ما حسيتيش بشي لعيبه فاش تحولتي من الدار؟ واش ما حسيتيش بشي لعيبه صراحه؟ لا كنتسنى انني كنحس بديك القضيه ديال ان توحش دارنا وكذا، زعما بلا ما تقلق كنتظر يكون ديك اللعيبه ديال توحش دارنا، الا ما نكونش مرتاح كذا. هذا لواحد الناحيه صدق داكشي عادي اكثر ما كنت كنتوقع. لو فاش انا نبقى في بيتي حتى فين كنكون معاهم في الدار تبدلت شي حاجه اللي اثرت عليا ولا شي لعيبه. اصلا ما كناش في لقيتها كنجمعو بزاف. ماشي سد على راسي بزاف، ما كنجمعوش. كل واحد فينا في الدار كيكون عنده ما يدار وكذا. فين انا كنسالي وهما ما مساليينش، فين هذا كنسالي وهذا وهذا. بلا نوصي لك عندي علاش ما كنتش كنستريمي. ها مي دوي ماشي انا والله. ها 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 علاش ما كنتش كنستريمي؟ داك البيس ديالك فيه ليكو، فيه ملي كتبدا تدوي الدار كلها بحال كتدوي في كل بيت كتدوي فيه. دابا هذا هو البلان. انا راه كنت باغي انا نستريمي. علاش سميتك رضا؟ علاش سميتينا رضا؟ علاش تسناني تفكر؟ كتفكري؟ حيت كانت واحد القضيه. قضيه في شكل كان غير اسمك حمزه. ما عجبنيش. اسمحوا لي الدراري اللي سميتها حمزه، ولكن انا دابا بحياتي ديال رضا حمزه زوينه. قال هو بحياتي ديال رضا بغيت يكون سميتي حمزه. الدراري واش كره حمزه ولا رضا؟ بالرجاء انا على السميات ماشي. المهم راكم فهمتوني الفونج في دراسي مشاكل. كون كسميتي حمزه اش كنت كندير؟ حمز لاين عمرك لقيتي تسلخني رضا؟ علاش تسلخني؟ كون جالس مع ليا ما بيات جيو تسلخني. ما فهمتش علاش غضربيني؟ داكشي اللي كنت دابا باغي ندوي عليه. انا حياتي كامله كندير في راسي واحد الفكره ديال الا بغيت مثلا نسافر نمشي لمراكش مع صحابي. ما كندويش على دابا، كندوي على مثلا فين كنت ساكن معاهم. عندي انا مازال 16 ولا 17 عام، باغي نسافر مع صاحبي لمراكش. ماما غادي مع صاحبي لمراكش؟ لا. علاش؟ دابا هذا هو السر. يا انا من بعد ديك علاش تبقى ساكته؟ انا ديك تبقى ساكته هي اللي كنميتريزيها، فهمتي؟ السيمانه كامله ما كندير حتى شي بساله. رضا تخلي يهز البوطه. اوف اوف رضا سير هنا، دير هنا كتقرا طاف 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 طاف. حتى شي سبب باش نمنع فين كتجي دير؟ فين كتجي تسول شي لعيبه كتقول لي لا؟ ما عندهاش علاش تقول لي لا، حيت انا زوين، حيت انا درويش، كنت زوين، كنت كيوت، درت كاع هادشي اللي طلبات من الناس. كيف انا باخر؟ وهذه هي الحاجه. سولا شنو هو اكبر كادو اللي جبتي ليا؟ صغير ولا كبير ولا بدا نرمانسي؟ ما عقلتش انا. يقدر يكون عمرك جبتي ليا شي كادو. ضحكين والله حتى ضحكين. مش قلت لك شاك البي سي جيمر الاول اللي سرقوا لك الصباح؟ صراحه فري، ولكن سرقوا لي الصباح اللي انت جبتي. هي شفر لي الجفت اللي انت جبتي، هي بحال ما جبتي لي والو. تخيلوا الدراري، انا عندي شي 15 عام بحال هكاك، 14 15. اول بي سي ستوري تايم. اول بي سي جيمر ديالي في حياتي كنجي بحال هكا، هو بورتابل واحد الازوس فيه خطوط حمرين كيشعل بالضوء ار جي بي. ديك الساعه عمري ما شفت داك الشكل. تخيلوا انا ديك الساعه عمري شفت شي حاجه بحال هكا. صافي كنقول كنخربها، باقي ما عندي لا يوتيوب، لا كنفكر لا ندير فيديوهات لا والو. صافي عندي بي سي كندخل جي تي لي مود تفريه. صافي خربتها بزاف. عيط لواحد السباك باش يسبك الصالون. الدار اللي فين كنت فيها قبل عندك مع كتدخل في الدخله عندك كوزينه، بيت اختي، بيتي، بيت ناس، والصالون هنا. نقدر نخرج دغيا من دون عيب. كتشوفوا هادشي اللي ما احترمتش ستريمر؟ ما احترمتش ستريمر. اسمحوا لها الدراري عندها ما يدها مشغول التليفونات كدا هادا كيعيطوا عليا خاصني نمشي شطاري. انا ما فهمتش الدراري. مي ما عنديش انا كيفاش مابقاش عندها وقت ليا انا. كتوقعي تسمحي لي انا ديرونجيناك ولا شي لعيبه زربانه خاصك تمشي؟ شنو كان عندك في لابان؟ عيطت بابا. شي مرات كنسولك تقول لي اسرار الدوله. ما علينا، فين كنا؟ سباج. حنايا عيطنا لدوك السباجه على ود الصالون. Thank you.
الا الصباغه مشاو يصبغوا الصالون وبيسي كاين في بيتي، كيفاش هادشي ممكن؟ امي كتخدم الصباح، اختي كانت كتقرا ديك الساعه، حتى انا كنقرا 8 12 و 6 راكم عارفين داك البروغرام، الوالد كيخدم الصباح، وهاد العباطره هادو اللي عندي انا في الدار قالوا كنخليو الصباغه بوحدهم يدخلوا يمشيو يصبغوا الصالون ويخرجوا. حيت قالك جابوا من زاكورا الصباغ من زاكورا يجيبوها حتى من تازمان مارت. امانه وكاين وبيسي ديالي امانه. عطاو شي سميات شويه تقول لنا شنو الراي ديالها على ديك السميه. اه الحمد لله. امجاد مالو عزيز عليا؟ عزيز عليك علاش؟ هكذاك الدري مقبول ومبشور وطريقته في الهضره والضحك وداك الشيء كيعجبني. نزوز فلوغ داك خونا هذيك المره وريتك كيعمر في البوطه واحد القرعه دار البريكه و... ناري تصطيع كي كيجيك هذاك تصطيع حمريطه وشحال ضحكنا ونصوم صراحه ضحكنا ونصوم. رونالدو البارح قافي الزغبي الزغبي وعزيز عليا بونو نقول فن واو اول حارس في العالم كاع طائسو كيعجبني داكشي اللي كيدير زوين منوع وما كيديرش الملل. فاروق لايف كيضحكني. علاش كيضحكني؟ هكاك علاش كيضحكك؟ بطريقته ديال الهضره. دناس واي عزيز عليا اللي كنتي عنده في باريس كنتي معاه واي ميا خالي الا الياس المالكي ما عرفتوش صافي مزيان. ريد لاين ما عرفتوش شكون هذا؟ مزيان ماكس هذاك شويه بلا ما سوريت لاين وي خلاه بسيكو هو اللي كان عندنا ديك النهار في الدار هنايا. خاصك تعرفي الدراري طوطو ويلي زعما راه فهمتي عشيرنا طوطو واش عندي الدار سي لا فامي واش واخا كيبان صعيب ما يحميش راه كاين دابا في الدار ولا حنا كاين دابا هو بسيكو خلاتينا سمعتي يلاه كريت راه كاين دابا في الدار كتعرفي بسيكو كاتجي واه عرفتي كلشي مزيان دري والله ما في خبار راه هكا دايره الدار بنادم داخل خارج انا ما على بالي والو لازم سالينا الكلام بيتش تو رايت انا وراسي اشرن قام ضربنا اللعب كسنا اللباس كنقلب للرايمز وما بغسل كنا في دار ودابا ما يمكنش كنحط البلان وما كنكبش كنحط لي فراسي وما كندا